الطريقة، هذا الطريقة اللي تعلمناها هسه، وأخليه بالمعادلة مالتي. هذا بالنسبة للدي اللي هو المقام. To calculate the molar concentration of the HNA species can be calculated from، احنا منين نقدر نحسبه؟ نحسبه من هذه المعادلة مالتي اللي هي concentration مال HNA يساوي، العفو بالبسط، راح يصير عندي H3O plus power N multiplied by total concentration اللي هو CA على D. We know already the D terms، عرفنا قيم D شلون نحسبها، يبقى عندي بس البسط مالتي. فأجي لل H2A اللي عندي، هذا D أعرفه شلون أحسب ال D لل H2A؟ عندي الحد الأول اللي هو H3O plus power 2 على البروتونات، والحد الأخير اللي هو K1 K2. أوكي، بالنص قلنا نضيف K1 تبقى عندي H3O plus وحدة، الحد الأخير اللي هو أضيف ال K2 راح أتخلص من آخر H3O plus. هذا D. بالنسبة للمقام البسط مالتي اللي هو شنو؟ H3O plus power N، N اللي عدد البروتونات، هنا عندي 2 يصير عندي عدد البروتونات 2 multiply by the total concentration مالتي الأسيد مالتي اللي هو CA. بالنسبة للسبيشيز الثانية اللي هي HA minus، ايش راح يساوي؟ راح يساوي لي K1 هنا عندي multiply H3O plus plus 1 في total concentration على قيم الدي. اوكي، عندي بالنسبة للسبيشيز الأخيرة اللي ما بها أي اتش، اللي راح يصير عندي K1 K2 CA على اليمن على قيم الدي اللي عرفنا احنا شلون نطلعها هنا. اوكي، وبهذه الطريقة نقدر نعرف كل الكونسنتريشن، نعرف الكونسنتريشن مال كل السبيشيز اللي موجودة عندي، يعني مو بس من البي اتش اقدر اعرف قيم مثلا، او من البي اتش يعني عرفنا نعرف قيم ال H3O بلس. اوكي، وانما نقدر نعرف الكونسنتريشن مال كل السبيشيز اللي موجودة عندي بالمحلول مثل ما شرحنا. طبعا هذه احنا من شرحنا اخذنا، خلينا نقول H4A اللي هو فد اسيد باربع بروتونات، لذلك نقدر يعني يدويا يعني نقدر نحل هالمعادلات، نحل هذه المعادلات حتى لو تبين هي معقدة بس نقدر نحلها. هذه الايكويشن، this equation can be used directly to solve the molar concentrations، حتى نعرف التركيز المولاري للسبيشيز. It should be obvious however that length concentration are needed for substance such as citric acid. زين، اذا عندي citric acid، citric acid الصيغه الكيميائيه مالته اللي هي C6H8O7. تخيل هذا citric acid ب 8 بروتونات، ب 8 بروتونز. المعادلات اللي احنا نشتقها عندك N plus 1 راح يصير عندك 8 زائد 1، عندك 9 species أو 9 species بالمحلول مالتي. تحتاج تكتب معادلات كلها علما لهذه الـ species اللي موجودة عندي. العفو. اوكي، اذا عندي زين، اذا عندي الحامض الثاني اللي هو الاثيلين دايامين تترا اسيتيك اسيد، هذا الاثيلين دايامين تترا اسيتيك اسيد الصيغه مالته اللي هو C10H16N288O8. فهذا الاتش عندي هنا عندي 16 بروتون في التم سبيشيز، عندي 16 بلس 1 راح يصير عندي 17 سبيشيز بالمحلول مالتي. تحتاج تحل كل هذه المعادلات علما حتى تطلع الكونسنتريشن مال كل سبيشيز بالمحلول، واكيد راح يصير يعني الموضوع يصير معقد اكثر. ولذلك نحتاج ديجيتال كمبيوتر، اللي هو نحتاج كمبيوتر to obtain the solution in reasonable time.
يعني انت اذا يدويا تريد تحل هذا الموضوع يجوز تاخذ لك فد العشر ايام تقعد تطلع الكونسنتريشن مال كل سبيشيز. بس احنا يعني لكلي محظوظين انه عندنا كمبيوترات بامكانها انه تحل هذه المشكله في وقت قصير جدا. اوكي، بس احنا ما راح نتطرق لهذا الموضوع في هذه المرحله الدراسيه. انا بس اريد نبين انه يجب الموضوع يكون معقد، او يكون مو معقد انما يكون اطول حتى تحل اللي تطلع كل السبيشيز بالنسبه للاسيد اللي هي تكون بها عدد البروتونات جدا كبير. اوكي، اتمنى واضحه لحد هسه المحاضره البي اتش والسبيشيز كونسنتريشنز. طبعا انا راح اترك المجال بالاخير للاسئله، تقدرون كل واحد يكتب اللي تقدر تكتب رقم السلايد، يعني ما يكون تكتب السؤال اللي تريده حتى بعدين نرجع سلايد سلايد ونجاوب الاسئله مالتكم. اوكي، calculation of pH، احنا نقدر نحسب ال pH. المعادله اللي نستخدمها اللي هي proton balance equations، هذه المعادلات اللي راح نستخدمها حتى نحسب ال pH. According to the Bronsted-Lowry theory, every proton donated by acid must be accepted by a base. احنا عرفنا بالمحاضرة السابقة، المحاضرة الأولى، أنه كل بروتون راح يفقد الأسيد راح يكتسب منه البيس، راح يأخذ البيس. Thus, an equation account for the total proton transfers according to the system of fundamental important in description any acid-base equilibrium system. ولذلك نحتاج إلى معادلة. هذه المعادلة إيش تحسب لي؟ تحسب لي عدد البروتونات اللي صايرة بها ترانسفير، اللي تروح من الأسيد للبيس. أوكي، هذه المعادلة اللي إحنا راح نستخدمها حتى نعرف البروتونات اللي موجودة اللي صايرة لها ترانسفير بالأسيد بيس إكويليبريم، نسميها بروتون بالانس إكويجن، أو نرمز لها بال PBE. هذه المعادلة القانون مالتها وش تقول؟ The sum of concentrations terms of species that form by proton consumption equal to the sum of the concentration terms for species that are formed by the release of proton. شنو معنى؟ معناه يساوي اللي هو مجموع الconcentrations terms، يعني لكل السبيشيز. اللي منين جاي هذه السبيشيز؟ جاية أو تكونت من فقدان أو استهلاك البروتون. أي سبيشيز استهلكت البروتون وتكونت، راح أخليها على الجهة اليمين من المعادلة. أي سبيشيز تكونت من ريليز بروتون، من فقدان بروتون، راح أخليها على جهة اليسار. هسه ناخذ مثال ونشوف شلون نكتب البروتون بالانس إكويشن. طبعا يجي سؤال هيك بهالشكل هذا، يقول لك اكتب بروتون بالانس إكويشن of this reaction، اكتب معادلة ال PPE ويعطيك تفاعل معين. مثلا عندي لل HCl، HCl اللي هو بالووتر اللي هو تحلل الماء مالت ال HCl، ال HCl بلس H2O ايش راح يعطيني؟ راح يعطيني H3O بلس هيدرونيوم ايون بلس Cl ماينس. اوكي، بالاضافه الى هذا التفاعل احنا عندنا سيلف ايونيزيشن، التحلل الذاتي للماء. كل المعادلات تكتب معادله التحلل الذاتي للماء، كل المعادلات اللي او كل التفاعلات اللي تصير بالووتر، اكيد ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي سيلف ايونيزيشن. فعندي H2O بلس H2O يتفاعل ويا نفسه يعطيني H3O بلس بلس OH ماينس. ال PPE equation او ال PPE مالته، البروتون بالانس اكويشن مالته، راح يصير عندي كل السبيشيز، احنا قلنا كل السبيشيز اللي تكونت من استهلاك البروتون، هذه اخذت بروتون وتكونت اللي هي H3O بلس، اخليها على جهه اليمين. والسبيشيز اللي تكونت من فقدان بروتون اخليها على جهه اليسار. اوكي، هذا اللي هي فقد بروتون او اجى من فقدان بروتون، من عمليه فقدان البروتون، راح اخليه هنا. والاو اتش نفس الشيء، اما تنجت من عمليه فقدان البروتون. هنا نلاحظ انه although H3O plus is formed from two reactions it is included only once in the PPE.
The same would be true for OH minus if it's come from more than one source. إحنا ال H3O plus إجا من مصدر، يعني المصدر الأول إجا من ال ionization مال ال HCl، أوكي، والمصدر الثاني من يعني إجا من ال Cl ionization of water، التعلل الذاتي للمن. مع ذلك إحنا راح نعتبرها كيلو concentration واحد، يعني ما نقدر نسوي distinguish between them بالمحلول، ما نقدر نميز إنه هذا ال H3O plus إجا من ال HCl وهذا ال H3O plus الثاني إجا منين؟ إجا من ال Cl ionization of water. ولذلك أعبر عنهم تركيز واحد هنا. كذلك إذا عندي البيس، إذا صارت عندي قاعدة، أكيد راح يتكون عندي الـ OH من الـ self ionization، والـ OH منين جاي؟ من جاي من الـ ionization of base للقاعدة، راح يتكون عندي OHCN OH من القاعدة OH من الـ self ionization of water، وأكيد أنا ما راح أقدر أميز بيناتهم، ولذلك أعبر عنهم بـ OH وحدة. أوكي؟ هنا اكو خطوات نقدر نتبعها حتى اكتب البروتون بالانس ايكويشن لاي تفاعل عندي. الخطوات هي: اولا always start with species add to water، ابدي بالمن الجزيئات اللي انضافت للماء. هذه الحاله السابقه بدينا بالاكسيال. On the left side of the equation، على جهه اليسار من المعادله مالتي، place all species that conform when proton are consumed by the starting species. Okay, كل الـ species اللي تكونت منين؟ من البروتون استهلك بالـ starting species، بالمادة الأولية. On the right hand side of equation، على جهة اليمين من هذا، place all species that come from a proton are released from the starting species. Okay, كل الـ species اللي تكونت منين؟ من the starting species، الجزيئة بالبداية اللي ضفناها اللي فقدت البروتون، راح تكون الـ species، راح اكتبها على جهة اليمين مالتي المعادلة مالتي. Each species in proton balance equation should be multiplied by the number of proton consumed or gained when it's formed from the starting species. أكيد راح أضرب كل species بعد البروتونات اللي فقدت أو اللي تكونت. بس راح ناخذ مثال ونشوف هذه الخطوات شلون نتبعها. طبعا في كل المعادلات add H3O plus to the left side of the equation، كل المعادلات اضيف H3O plus للجهة اليمين مالت المعادلة، و OH minus من الجهة اليسار مالت المعادلة. ليش؟ لان هي اصلا هذه جاية من self ionization of water، من التحلل الذاتي للماء. ناخذ هذا المثال وشوي نفتهم البروتون بالانس ايكويشن. Example: What's the pBe when H3OPO4 is added to water؟ إذا ضفنا فوسفوريك أسيد للماء، بالبداية أجي التحلل مالت الفوسفوريك أسيد. H3PO4 plus H2O راح يعطيني H3O plus plus H2PO4 minus، فقد أول بروتون واحد من بروتوناته الثلاثة. هذه الـ species الـ H2PO4 minus راح أيضا تتفاعل ويا الـ H2O تعطيني H3O plus plus HPO4 2 minus، أوكي، فقد البروتون الثاني. هذه الـ species الثالثة راح يصير عندي HPO4 2 minus plus H2O راح تعطيني H3O plus plus PO4 3 minus. هذا فقد كل السبيشيز مالت كل البروتونز مالت العفو بعد ما يقدر يتحلل. كذلك قلنا دائما نكتب معادلة السيلف ionization of water اللي هو التحلل الذاتي للماء، اللي هي H2O plus H2O تعطيني H3O plus plus OH minus. هسه نجي للسبيشيز واحدة واحدة. ال H2PO4 minus هذا منين يجي؟ هذا forms with the release of one proton. منين تكونت؟ تكونت من فقدان واحد بروتون، بروتون واحد، بروتون واحد من أن فقد تكونت هذه السبيشيز. Okay، إذن هذه release of one proton. ال HBO4 two minus forms with the release two protons. هذه واحد، والأصل قد كان عندي ثلاثة، أنا فقدت two protons حتى يتحول لمن؟ لل HBO4 two minus. ال BO4 three minus هذا forms with the release of three protons. هذا تكون من فقدان كل ثلاثة بروتونات، لأن ثلاثة بروتونات هنا من فقدان تكون عندي هذه الـ species. إذن كل هنا جاي منين؟
جايه من ريليز، اذا من فقدان بروتون راح اخليه يكون على جهه اليسار. جهه اليمين ايش راح يتكون عندي؟ بس ال H3O بلس، هذا اجى من اكتساب واحد بروتون او استهلاك بروتون واحد. بما انه ان كلهن H3O H3O بلس، كل الثلاث معادلات الذنية وهذه المعادله راح اعبر عنهن بتركيز واحد، وهذا حجينا عليه. ليش؟ يساوي عندي ال OH، طبعا احنا قلنا نضيف ال H3O بلس دائما بالاتجاه بجهه اليمين، وال OH ماينس على جهه اليسار، وبعدين اجي اضيف بقيه السبيشيز. السبيشيز الاولى H2PO4 ماينس بلس HBO42 ماينس بلس PO43 ماينس. اوكي؟ ملتبلاي، واحدة من الخطوات نقول each species and الخطوة الرابعة each species and proton balance equation should be multiplied by the number of proton consumed or gained when it's formed the starting species. هنا عندي كم بروتون يجي من كم بروتون واحد، إذا ضربنا في واحد هذا هنا ما نكتب الواحد. The species الثانية 2 protons أضربه في 2، وال species الثالثة 3 protons راح أضربه في 3. أوكي؟ فهذه راح تصير عندي ال راح يصير عندي بروتون بالانس اكويجن اوف ايونيزيشن اوف H3O H3PO4. اوكي هذه واضحه، اتمنى تكون واضحه. بعدين اذا عندك سؤال ما واضحه فاني اقدر اشرح فيها مره ثانيه في هذا المحاضره. فناخذ مثال ثاني حتى نفتهمها اكثر. Example, what's the PPE when Na2HBO4 is at water. بس احنا ضفنا هنا ضفنا salt، ضفنا ملح، ما ضفنا الاسيد نفسه، وانما ضفنا الملح. The salt dissociates in 2 Na plus، هذا راح يفقد اللي هي الصوديوم مالته 2 من عندهم، وراح وايضا طبعا من يصير الديسوسيشن راح يعطيني 2 Na plus plus 1HBO4 2 minus. هذا ال Na راح نهملها بالمعادلة مال ال PPE. ليش؟ it's because it's not formed from the release or consumption of proton. هذه ما تكونت من فقدان أو اكتساب بروتون، ولذلك راح أهملها. أي شيء بالمعادلة مالتي أو بالرياكشن مالتي ما يتكون من فقدان أو اكتساب بروتون راح أهمله. هسه عندي هذا ال Na هملته، شو يبقى عندي؟ يبقى عندي ال HBO4 2 minus، هذا يقدر يسوي reaction with water، وراح نعتبره هذا starting species. هذا من راح يتفاعل ويا المي، هنا راح يتفاعل شو يعطيني؟ هذا يتفاعل بطريقتين، اما يتفاعل ويا ال H2O حتى شو يعطيني؟ يعطيني H3O بلس بلس PO4 2 ماينس. اوكي حسب المعادله الاخيره، او هو هذا يقدر يتفاعل على شكل بيس. ايش راح يعطيني؟ راح يعطيني H2PO4 ماينس. اوكي ويعطيني يتفاعل مره ثانيه يعطيني H3PO4. اذا هذه السبيشيز الاولى ال H2PO4 ماينس منين اجت؟ اجت من consumption of a proton. ضفنا واحد بروتون، او اخذت هذه الجزئيه هنا اخذت واحد بروتون وتكونت هذه السبيشيز. السبيشيز ال H3PO4 اذا ضفنا 2 بروتونز بروتونين لل HBO4 2 ماينس راح تتكون راح تكون H3PO4. اذا result with the consumption of 2 protons. ال PO4 3 minus هذا اذا يتفاعل ويا المي راح يعطيني H3O H3O plus plus PO4 3 minus. هذا منين جا؟ هذا يجي من release 1 بروتون. اوكي هسه اكتب المعادله مالتي، على جهه اليمين اخلي H3O plus، على جهه اليسار اخذ OH minus. على جهه اليمين اللي هي consumption اللي كل الجزيئات اللي جت من استهلاك بروتون اخليها على جهة اليمين مالت المعادلة هنا اللي هي ياهي هذه consumption H2PO4 minus اخليها هنا plus
هذه جاية من consumption of two protons اللي هي H3PO4، وهذه PO4 3 minus release جاءت من release proton، راح تصير على هذه جهة اليسار. ونرجع للخطوة الرابعة اللي هي نضرب بعدد البروتونات المفقودة أو المكتسبة. هنا عندي جاء من 1 بروتون راح نضربها في 1، هذا من 2 بروتونز راح نضربها في 2، هذه من consume or release 1 بروتون راح نضربها في 1. فهذا راح يصير عندي ال proton balance equation of Na2HBO4. اوكي، اتمنى واضحة ال proton balance equation. ايش نستفاد من هذه المعادلة؟ من هذه المعادلة من البروتون بالانس اكويشن اللوز the pH of any solution to be calculated rightly as follow. نقدر من هذه المعادلة نحسب قيمة ال pH. شلون نحسبه؟ بالبداية اسوي اطلع قيمة او اكتب معادلة ال PB equation proton balance equation. الخطوة الثانية نسوي expressly concentration of all species as a function of equilibrium constant and H3O+. مثل ما وضحنا بالبداية شلون نحسب الـ concentration مال كل الـ species بدلالة الـ equilibrium constant وشين هو الـ H3O+. بعدين شو نسوي؟ solve the result expression of H4H3 using any assumptions that appear valid for the system. راح هنا راح نحل بدلالة الـ H3O+. اوكي، حتى احسب بعدين الـ pH من عنده واسوي assumption بعض الفرضيات. هسه راح ناخذ امثله ونشوف شنو هذه الفرضيات اللي نقدر ونحتاج انه check all assumptions. احنا نفرض في شيء، اوكي، مثلا نفرض انه نقول تركيز الـ H3O+ جدا عالي بالمقارنه بالـ OH. اوكي، ف وبعدين اشيك هذا الـ assumption مالتي valid، اقول اوكي استخدمه، مو valid ما راح استخدمه. If all assumptions prove valid, convert H3O+ to pH. راح احول H3O+ الى pH. لان بالبدايه احسب قيمه او اكتب معادله الـ PB equation، بعدين اسوي expression لكل الـ species بدلاله الـ equilibrium constant والـ H3O+. بعدين افرض الفرضيات مالتي اللي اشوفها valid. اذا كل الفرضيات مالتي valid، احول التركيز مال H3O+ الى pH. اكيد اذا solution مالتي هو base، راح الخطوه الثانيه بدلاله اسوي express the concentration of all species بدلاله هنا عندي equilibrium constant بالاضافه الى OH بدل ال H3O+. راح يصير عندي OH اللي عندي base، وبعدين احول ال OH الى POH، وبعدين احول ال POH الى pH. اوكي، وعليكم معادلات تربط ال pH مع ال POH. هسه شلون نطبق ذني اللي اخذناه هسه؟ ناخذ بعض الامثله. طبعا اكو مارتن، لا ترجع لمارتن اللي هو الكتاب الفيزيكال فارمسي مالتنا اللي احنا نعتمده بالمحاضره. راح تلقى هواي انواع من المحاليل، وهذه الانواع هذه المحاليل كلها يقعد يشتغل وحده وحده، اللي هي طلع البروتون بالانس اكويشن، بعدين الكونسنتريشن مال كل السبيشيز الموجوده بالمحلول، بعدين يسوي طلع الكونسنتريشن مال H3O+، وبعدين يقعد يحسب البي اتش. اوكي، انا ما راح اخذ كل المحاليل لان الموضوع يصير مطول ويكون معقد. انا اريدك تفتهم البرنسبل، تفتهم المبدا مالته، وبعدين تقدر تطبقها على بقيه المحاليل. المحاليل اللي اخذتها واحده من عندهم اللي هو السوليوشن اوف سترونج اسيد اند بيسز، واخذت لك محلول ثاني اللي هو كونجيكيت اسيد بيس بير، محلول ثالث اللي هو سوليوشن كونتيننج اونلي ويك اسيد،
solution containing only weak base، يعني بس ذني الأربع محاليل. مثل ما قلت مارتن بواي محاليل، ما أعرف أكثر من 10 محاليل، فيكون مطول ومعقد. فأنا حتى نطبق اللي أخذت لكم هذه الأربع محاليل في هذا المحاضرة. إذا المحلول الأول مالتي اللي هو solution of strong acid and bases، محلول متكون من حوامض قوية وقواعد قوية. Strong acid and bases are those have the acidity or basicity constants greater than about 1 to power minus 2. شلون نعرف احنا حامض قوي او قاعدة قوية؟ لازم عندي الاسيديتي اللي هو كونستانت ثوابت الحوامض او ثوابت القاعدة مالتنا اللي هي اكبر من 10 اس ناقص 2، فاعتبر هذا قوي. Thus they are considered to ionize 100% when placed in water. ولذلك إذا يتفاعل بشكل تام إذا خليناهن بالمحلول المائي. مثلا when HCl عندي hydrochloric acid is placed in water، إذا خليناه بالماء شنو راح يتحلل؟ راح يعطيني HCl plus H2O تعطيني H3O plus plus Cl minus. اوكي، واحنا قلنا اكيد نكتب شنو؟ Cl ionization of water، تحلل الذاتي للماء اللي H2O plus H2O تعطيني H3O plus plus OH minus. البروتون بالانس اكويشن مالته مثل ما حكينا اللي تكونت من consuming proton، خليها بجهة اليمين، كتبتها هنا بجهة اليمين. جهة اليسار راح يصير the species اللي هي جهة من release proton، اوكي، من فقدان البروتون اللي هو عندي ال OH minus هنا وعندي ال Cl minus هنا. ال H3O plus تكررت، اكتبها مرة واحدة. ال OH minus أنا إيش عندي؟ عندي الـ KW شو يساوي؟ KW يساوي إن concentration مال OH minus multiply concentration مال H3O plus. فالـ OH minus راح يساوي الـ KW على الـ H3O plus. الـ Cl minus هذا تفكك تام، معناه كل الـ concentration مال HCl تحول لهذه الجهة، فأقدر أعبر عن الـ concentration مال Cl minus بدلالة الـ Ca اللي هو total concentration، فحصل عندي هذه المعادلة. اسوي لي ارنجمنت لهذه المعادله مالتي، اوكي، راح يصير عندي H3O plus square minus Ca H3O plus minus KW equal to zero. هذه المعادله جايه من لي ارنجمنت لهذه المعادله، لان عرضنا نضرب وسطين بطرفين وبعدين نساوي المعادله للصفر. يعني الموضوع مو صعب، اذا تخلي ورقه وقلم بسهوله تطلع هذه المعادله، هذه المعادله اللي هي equal to zero. CA مثل ما قلت هو total acid concentration، هو التركيز الكلي للأسيد. هذه الكوادراتيك equation، هذه معادلة كوادراتيك، أوكي، إيش عندها؟ عندها general form، أعتقد هذا تعرفون أنتم من الرياضيات، اللي هي A x square minus B x plus C equal to zero. إذا نشوفها تشبه هذه المعادلة بالضبط. هذا الحد الأول B square، الحد الثاني ما B square، والحد الثالث اللي هو القيمة الكي دبليو equal to zero. هذا تشبه هذه المعادلة اللي هي quadratic equation. الحل مالتها ما أعرف، هذا احنا قبل كنا نسميه ما أدري دستور. الحل مالتها فالx شو يساوي؟ يساوي minus b plus minus تحت الجذر b square minus 4ac على 2a. إذا هذه نفسها أطبقها للمعادلة مالتي، فالx مالتي هنا راح يصير اللي هو ال H3O، راح اكتب هنا على H3O الماينس B اللي هو الحد الثاني، راح يصير عندي هنا ماينس CA، راح اكتب هنا ماينس اللي هو CA. طبعا ماينس B هو هنا عندي ماينس، وهو اصلا ماينس راح يصير بلس CA بلس تحت الجذر ال B سكوير اللي هو CA سكوير plus 4 AC. ال A هنا عندي ال A، هذا هنا عفوا ال A هنا حصل عندي واحد، وال C اللي هو ال KW.
فراح يصير عندي على 2a ال a واحد هنا راح يصير عندي 2. هذا راح يصير عندي المعادله مالتي حتى احسب الكونسنتريشن مالتي ال H3O بلس، ومن عنده اقدر احسب ال pH. هذه بيا حاله، بحاله انه السوليوشن مالتي سترونج اسيد. اذا السوليوشن مالتي سترونج بيس بنفس الطريقه تقدر هنا بدل هنا راح يصير عندي اسيد، راح يصير عندي هنا بيس. مثلا تاخذ ال NaOH تقدر تجربها انت، تكتب هنا NaOH، تكتب ال ionization of self ionization of water، بعدين تطبق كل الخطوات راح توصل الى هذا الايكويجن النهائي، هذا المعادله الاخيره اللي هي ال OH minus equal to CB plus تحت الجذر CB سكوير. هنا احنا نشوف هنا عندي هنا CA، هنا CB، هذا اسيد، هذا بيس، هذا التوتال كونسنتريشن مال البيس. هنا عندي هنا التوتال كونسنتريشن مال البيس سكوير بلس 4 kW، هذا kW نعرف قيمته ثابته على 2. اذا عندك لاني معادلتين، المعادله الاولى هذه نستخدمها حتى نحسب الكونسنتريشن مال H3O بلس اذا عندي سترونج اسيد، والمعادله الثانيه اذا عندي سترونج بيس. اوكي، هذا عندي السوليوشن الاول مالتي. السوليوشن الثاني اللي هو اذا عندي كونجيجيت اسيد بيس بير. Consider a solution made by dissolving both acid and base. Both acid, weak acid, إذا عندي محلول HB weak acid مثلا ال HB and salt of its conjugate base هو B minus. الاثنين نخليهم بالمحلول. ال acid base equilibrium involved. إيش راح يصير عندي هذا؟ التوازن اللي راح يصير هو شنو؟ HB plus H2O هذا ال HB اللي هو ال weak راح يتفاعل ويا H2O يعطيني H3O بلس بلس B ماينس. اوكي، عند الكونجيكيت بيس مالته ال B ماينس راح يتفاعل مع ال H2O، هنا راح يشتغل على شكل بيس، هي بيس يعني نسميها كونجيكيت بيس، راح ياخذ بروتون من ال H2O يتحول الى OH ماينس بلس HB. وكذلك قلنا دائما احنا نخلي السيلف ايونيزيشن اوف ووتر H2O بلس H2O تعطينا H3O بلس بلس OH ماينس. راح اكتب ال BB equation مالته على جهة اليمين، راح يصير عندي H3O بلس، هذا تكونت من consuming proton، راح اخليه هنا. هذه ال HB ايضا تكونت من consuming proton، اللي على جهة اليمين، يساوي ال OH ماينس تكونت من release proton، خليها على جهة اليسار. وأيضا هذه السبيشيز الأخيرة البي ماينس تكونت من ريليز بروتون، راح أخليها بهذه الجهة منها. إحنا نعرف من الـ concentration expression for the species أنه شلون نعبر عن الـ concentration مال السبيشيز مالتي. أقدر أعبر عن مثل ما أخذنا بالسلايدات السابقة، فصار عندي الـ HB هنا concentration مالته يساوي ال H3O plus multiply by CB على ال H3O plus plus Ka. والconcentration مالت من مالت ال B minus راسه عندي KaCa على ال H3O plus plus Ka. ذن الاثنين راح اعوضهم بهذه المعادله، معادله ال PPE. هذا راح يصير هنا مكان ال HB، هذا كل الحد، هذا ال B minus راح يصير مكان هذا، راح أعوضهم، راح تطلع لي هذه المعادلة. أسوي rearrangement لهذه المعادلة، إعادة ترتيب، راح تطلع عندي هذه المعادلة النهائية اللي هي H3O plus راح يساوي ال Ka عندك بالبسط Ca minus H3O plus plus OH minus بالمقام Cb H3O plus minus OH minus. اوكي، هذا بس مجرد ريارنجمنت للمعادله. اوكي، فانت ايش تحتاج؟ تخلي لك ورقه وقلم وتقعد تسوي ريارنجمنت للمعادله، يعني ما تستهلك جوز ساعه، ساعه ونص تحلها، توصل للنتيجه النهائيه. اوكي، شويه رياضيات يعني، حرك ايدك حتى شويه تقوي نفسك بالرياضيات، فهذه ريارنجمنت.
مجرد ريال رجمي، ما تحتاج تضيف أي شيء من عندك. فراح أصير عندي هذه المعادلة. هذه المعادلة أستخدمها حتى أحل ال H3 O concentration، أحسب ال concentration مال H3 O plus. يا حالي ال solution مالته شنو؟ اللي هو conjugate acid base pair. Okay. إذا ال conjugate acid base pairs راح أستخدم هذه المعادلة حتى أطلع التركيز مالت ال H3 O plus، وبعدين أقدر أحسب ال pH من عنده. السوليوشن الثالث اللي هو سوليوشن containing only weak acid. إذا عندي سوليوشن weak acid متكون من حامض ضعيف. If the solution contains only weak acid، إذا فقط weak acid معناها CB is zero. The concentration مال البيز راح يساوي إني راح يساوي zero. And H3O plus is generally much greater than OH minus. تركيز ال H3O plus أكيد بما أنه أسيد ويك أسيد راح يصير تركيزه أكبر بكثير من ال OH minus. ولذلك المعادلة، هذه المعادلة السابقة هذه اللي يعني حسبتها لل conjugate acid base pair، راح أهمل يشبيها، أهمل ال CB من عندها وأهمل ال OH minus. ليش؟ قلنا إذا عندك weak acid ال CB راح يصير 0 والتركيز مال H3O plus راح يصير أكبر بكثير من OH minus، وبالتالي أقدر أهمله. أنا راح أهمل CB من المقام، OH من المقام، OH الثانية من المقام. والمعادلة النهائية راح تصير عندي H3O plus square plus Ka H3O plus minus Ka Kc يساوي 0. مرة ثانية هذه المعادلة وين شايفينها؟ شايفينها اللي هي بالسلايدات السابقة اللي هي quadratic equation. اللي هي quadratic equation هذه واللي هي الحل مالتها بالدستور مثل ما شفناها. أعوض طبعا الحل مالتها بهذه المعادلة، هاي معادلة الاكس. اوكي، فأعوض أنا راح يصير عندي الـ concentration مال H3O plus equal to Ka plus تحت الجذر Ka square plus 4Ka Ca على 2. إذن إذا عندي solution contain only weak acid أستخدم هذه المعادلة حتى أطلع قيمة الـ H3O concentration مالته، وبعدين أقدر أحسب الـ pH من عنده. In many instances Ca is much greater than H3O. إذا عندي Ca is much greater than H3O plus، يعني الـ concentration اللي هو الـ total concentration مالت الأسيد أكبر بكثير من الـ H3O plus اللي متكونة المتحللة، المعادلة مالت راح تصير عندي H3O plus يساوينا Ka Ca، فقط هذه المعادلة. أوكي، هذه هنا احنا قلنا هنا سوينا assumption، افترضنا أنه CA هي أكبر بكثير من H3O plus. إذا عندي أستخدم هذه المعادلة، بدل ما أستخدم هذه المعادلة المعقدة أستخدم هذه المعادلة البسيطة. بس إيش تحتاج؟ إحنا من قلنا بالخطوات لازم نسوي validation to your assumption، لازم نشوف إنه هو assumption مالتك valid لو مو valid. إذا valid أوكي ما عندي مشكلة أستخدم هذه المعادلة البسيطة، إذا مو valid لا تستخدم لازم المعادلة الأساسية. ليش؟ لأن أنت الأسامشن الفرضيات اللي فرضتها هي مو صحيحة فما تقدر تعتمد عليها. خلنا ناخذ هذا المثال ونشوف الأسامشن مالتنا يشتغل ولا ما يشتغل. Okay. Example. Calculate the pH of 0.01 molar solution of salicylic acid which has Ka، هذا قيمة ال Ka at 25 centigrade. Okay. عندك salicylic acid solution بمحلول الماء مالتك وعدنا ال Ka مالتك، هذا الويك أسيد بهذه درجة الحرارة. إذا استخدم المعادلة الثانية، هذه المعادلة الثانية بسيطة، رياضيات بسيطة، أوسط المعادلة السابقة، أنا أستخدمها. إذا استخدمتها وطلع شوف النتيجة مالتها، ال H3O تحت الجذر KACA، K قيمتها هذه، أوكي، وال CA total concentration 0.01 مولر. طبعا راح أخذ هنا وبعدين أخذ الجذر تطلع عندي هذا القيمة هي 3.26 multiply by 10 to power minus 3. هذا الـ concentration مالته، هذا هنا مولر، أنا ما كاتبه، هذا يصير مولر.
استخدمت هذه المعادلة البسيطة، استخدم المعادلة الثانية اللي هذه المعادلة المعقدة. إذا استخدمت هذه المعادلة مالتي راح تطلع عندك هنا بس مجرد تحول قيم الـ Ka وقيم الـ Ca، هو تحتاج بالمعادلة Ka و Ca تيجي تعوضهم هنا تطلع عندك النتيجة مالتك 2.77 multiply by 10 to minus 3 مولر. واجي احسب بعدين، احنا قلنا من نحسب ال H نحسب ال pH مالتنا، طبعا minus log ال H هذا تركيز ال H طلعنا ال pH اللي عندنا. This example just give illustrates the importance of checking the validity of the assumptions made in the derivative the equation used in the calculation H3O plus. Okay, احنا لازم نسوي validation للassumption مالتنا. احنا شو نسوي هنا assumption مالتنا؟ قلنا ال CA مالتنا is much greater than H3O plus، اكبر بكثير من عنده. هذا الassumption مالتنا is not valid، هذا ما نقدر نعتمده. ليش؟ لان ال first equation give answer of H3O with a relative error of 18% as compared with the correct answer given the second equation. طبعا الجواب الصحيح هذا اللي هو الجواب الثاني بدون any assumption. ما سوينا any assumption، المعادلة احنا اشتقيناها للويك اسيد وجينا طبقناها بالمثال مالتنا وطلعنا قيمة معينة. اذا نقارن هذه القيمة للقيمة اللي وياها assumption اللي سوينا فرضية لها، نسبة الخطأ عندنا 18%، نسبة الخطأ جدا عالية، معناه الاسامشن مالتنا غلط لو مو غلط. اذا الاسامشن مالتنا مو غلط، ولذلك لازم نستخدم المعادله هذه المعادله الثانيه حتى اطلع قيمه ال H3O بلس وال pH. هذا اللي نقصد به من شفنا الخطوات، واحنا من الخطوات قلنا نشيك الاسامشن مالتنا مو، فشيكنا احنا هنا صارت فاليد اوكي نمشي بها، مو فاليد ما نستخدم الاسامشن مالتنا، نستخدم المعادله الرئيسيه مالتنا. طيب هنا هسه واحد يقول انه اوكي احنا ليش اصلا نسوي assumption؟ فانا جاي استخدم المعادله الاخيره وها هي. احنا قلنا اذا عندنا هسه عندنا هذا الحامض مالتنا السالسيليك اسيد، اسيليك اسيد العفو ال HCl مالتين، يعني بيها بروتون بيها بروتونين ثلاث بروتونات، يعني الموضوع خلينا نقول الموضوع بسيط التعامل وياها المعادله المعقده. انت تخيل انه تشتق المعادله للمحلول مالتك اللي هو واحدة من الـ من الـ الأمثلة اللي حكينا عليها، سنرجع اللي هو مثلا انت تشتق المعادلة مالتك للأثيلين دايامين تترا أسيتيك أسيد، هذا المركب جدا كبير، اكيد راح تصير المعادلة جدا معقدة. فأني assumption اي فرضية راح تساعدك بالحل، يجوز انت تشوفها ما بيها فائده وما بيها مساعده بالامثله اللي هسه احنا قاعد نعطيها. ليش؟ يعني امثله مو معقده، امثله بسيطه، بس هذا الاسامشن جدا تساعدك اذا عندك الموضوع معقد اكثر، يصير يعني محاليل تكون معقده اكثر. هذا بالنسبه للسوليوشن، احنا قلنا هذا السوليوشن اللي اخذناه هو اونلي ويك اسيد، اذا بي فقط حامض ضعيف. اذا عندي السوليوشن مالتي only weak base. If the solution contains only a weak base, CA, إذا عندك ال concentration مال بالعكس راح يصير هنا. إحنا قلنا من الساعة إذا عندي بس weak acid معناه ال concentration مال ال base راح يصير صفر. هنا راح يصير بالعكس. ال concentration مال ال CA راح يصير صفر. وال OH minus راح يصير greater than or much greater than العفو much greater than ال concentration مال ال H3O plus، ولذلك راح أهمله من ال equation مالتي. هنا ايش راح أهمل من هال equation؟ هذا ال equation نفسه اللي عندنا السابقة، راح أهمل من عندها ال CA. ليش؟ لأن احنا نتعامل weak base، وراح أهمل من عندها ال H3O plus. ليش؟ لأن عندك ال OH minus is much greater than ال H3O plus. راح اسوي سمبليفيكيشن لهذه المعادله مالتي، هذه المعادله راح تصير ال H3O بلس، راح تبقى عندي Ka OH ماينس على CB ماينس OH ماينس، راح يساوي Ka KW على ال H3O بلس CA ماينس ال
ال كي دبليو. اوكي، على مين جبناها؟ جبناها من ال كي دبليو اللي هي او اللي يساوي لنا شنو؟ اتش 3 او بلس ملتبلاي باي او اتش ماينس. اوكي، هذا راح يصير عندي المعادله. هذه المعادله اذا نشوفوا بهذه المعادله ايش عندي؟ عندي بيها او اتش وعندي بيها اتش. اذا اقدر احل هذه المعادله. This equation can be solved for either H3O plus or OH minus. أقدر أحلها بال H3O plus أو المن بدلالة ال OH minus. إذا أسوي لها حل بدلالة ال H3O plus إيش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي يعني هنا تجي تسوي rearrangement المعادلة بدلالة ال H3O plus. راح يصير عندي راح multiply by H3O plus square minus KW H3O plus minus K A KW equal to zero. Okay, هذه quadratic equation، معادلة همتين أيضا quadratic، ونحلها بالمعادلة الـ X اللي أخذناها القانون مالتنا. فراح يصير عندي الـ H3O plus يساوي KW plus تحت الجذر KW square plus 4CB KA KW على 2CB. هذا الـ concentration مال الـ H3O plus. إذا عندي if Ka is much greater than H3O plus، إذا عندي هنا هذا Ka أكبر بكثير من H3O plus which is general true، بصورة عامة صحيح، دائما راح يجي يعني بصورة عامة راح يكون Ka أكبر بكثير من H3O plus for solution of weak base. إذا عندي المحلول مالتي weak base راح تتحول المعادلة مالتي من هذه المعادلة المعقدة إلى معادلة أقل تعقيد اللي هي H3O plus يساوي تحت الجذر Ka Kw على Cb. هذه إذا حليناها بدلالتنا دلالة H3O plus. أقدر أحلها بدلالة الـ OH minus، راح يصير عندي الـ OH minus تساوي minus Kb plus تحت الجذر Kb square plus 4Cb Kb على 2. مرة ثانية إذا Cb is much greater than OH minus which generally obtains for the solution of weak base. وهذا بصورة عامة صحيحة، إذا عندي weak base راح تصير المعادلة مالتي OH minus يساوي تحت الجذر CB KB. أوكي، فصار عندك معادلتين. المعادلة الأولى طبعا هذا اللي قلنا احنا المحلول شنو هو؟ هو weak base. راح تصير عندك المعادلة الأولى هذه لل H3O plus والمعادلة الثانية لل OH minus. ناخذ مثال على هذا اللي هو solution اللي يحتوي على weak base. Example: what's the pH of 0.0033 molar solution of cocaine base which has a basicity constant of 2.6 في 10 أس minus 6. يريداني أريد ال pH، راح استخدم ال OH، استخدم معادلة ال OH يساوي تحت الجذر CB KB. ليش؟ عندك كوكاين بيس هذه قاعدة، فلازم شو استخدم؟ استخدم القانون مال الأو اتش. فالأو اتش تحت الجذر عندك الكي السي بي كونسنتريشن مالته هذا نكتبه بهذا الصيغة 3.3 في 10 ناقص 3 نفس الصيغة الرياضية هذا، والكي بي اللي هي هذه قيمته. نحلها هذه طلعها تحت من تحت الجذر راح يصير 9.26 في 10 ناقص 5. أنا شو أريد؟ أريد pH، هذا عندي OH، لازم أطلع الـ pOH بالبداية، pOH minus log الـ OH، minus log الـ OH قد اللي هي هذا قيمته، راح يطلع لي الـ pH مالتي أو الـ pOH 4.03، هذا قيمة الـ pOH. من عنده أقدر أطلع الـ pH اللي هي pH plus pOH يساوي لنا الـ pKW، معناها الـ pH يساوي لنا الـ pKW ماينس الـ pOH. بي كي دبليو 14، اوكي هذا نعرفه. ليش؟ لان يعني عندك الـ kW هو اصلا يساوي 1 في 10 ناقص 14، فالـ p مالته الـ بي كي دبليو راح يساوي 14 ماينس الـ pOH 4.03 راح يساوي لنا 9.97، هذا الـ pH مالت الكوكايين بيس. كوكايين بيس، اوكي، فهذا راح طلعنا الـ pH للمحلول. اوكي، هذه يعني كل المحاضرة اللي عندي اليوم. أتمنى المحاضرة واضحة.
يعني شوية رياضيا معقدة، بس بصورة عامة يعني أنا أشوفها يعني واضحة، بس تحتاج إلى شوية تركيز. شكرا للاستماع. يعني بس خلنا أسدو الريكورد حتى نستقبل الأسئلة مالتكم. شكرا.